السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زملائي الأعزاء. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في الفيديو ده عن موضوع مهم جدا، من أهم المعوقات اللي بتنال من منظومة العدالة نظام المعارضة في الأحكام الجنائية. صحيح المعارضة في الأحكام هي الضمانة الأكيدة للمتهم للتعرف على الاتهامات الموجهة إليه والاستعداد بالدفاع أو تمكينه من الدفاع عن نفسه من خلال نظام المعارضة، لكن للأسف الشديد تم استغلال هذا الموضوع من قبل البعض أو عدد كبير للأسف يعني من الناس في أنه يستفيد من أن الحكم غيابي، هو عارف أن له جلسة فيترك الجنحة أو القضية ما يحضرش ويتمكن من عمل معارضة بعد ذلك. وطبعا النهاردة في ظل مثلا وباء زي كورونا بقى في صعوبة جدا كمان في القبض عليه أو التحفظ عليه وتمكينه من عمل المعارضة، بقت فيها صعوبة دي جدا، فالحكم ممكن يظل سنة واثنين وثلاثة، بل في أحكام كتير للأسف بتسقط نتيجة أن الحكم الغيابي لم يتم عمل معارضة فيه. لا هنفترض أنه تم عمل معارضة في الحكم بعد سنة أو اثنين، هل هذا هو نهاية المطاف؟ لا طبعا، كلنا عارفين انه من حقه انه حتى بعد عمل المعارضة ان يمكن من عمل الاستئناف ايا مكان الامر، يعني حتى لو لم يكن القضية بحاجة الى الاستئناف، لان هي هنفترض انه امر مسلم به وفلوس للدولة، حق للشهر العقاري، فلوس للمحكمة، مصروفات رسوم نسبية وكده للمحكمة، كل الكلام ده بيديله الحق ان هو يعمل رغم هذا استئناف. الأسوأ من هذا انه كمان بعد الاستئناف يقدر يعمل ايه؟ معارضة استئنافية. طيب القضية عرضت كم مرة على المحكمة؟ اول مرة، ثم في المعارضة، ثم في الاستئناف، ثم في المعارضة الاستئنافية. هنقول طبعا في قضايا لابد ان يمنح الحق في الاستئناف بوضوح، ما فيش كلام فدي، كل قضيه لها الحق في الاستئناف، لكن في قضايا بتبقى مجرد استغلال لحق الاستئناف، استغلال لحق المعارضه، ودي قضايا كتيره موجوده دلوقتي في رول القضايا اللي بنشوفها. طيب الحل ايه في الموضوع ده؟ الحل ان احنا نلغي نظام المعارضه. هتقول لي بس ده الضمانه الاكيده والحقيقية للمتهم، أقول لك ماشي، بس ما هو إذا 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 تيقنت أن المتهم قد علم بموعد المحاكمة والاتهامات الموجهة إليه علما يقينيا، فأنا مش بحاجة للمعارضة. طيب نعلنه إزاي ونتأكد من إعلانه وضمانات علمه؟ في ظل طبعا وسائل التواصل الحديثة اللي بنعيشها دلوقتي واللي احنا ككبار في السن يعني بنجدها رائعة، البريد الإلكتروني، البريد الإلكتروني، الرسائل عبر الهاتف المحمول، الهاتف الأرضي، التواصل عبر الهاتف الأرضي. وطبعا ده في البداية عشان ننفذ هذا الكلام لابد أن يعمم نظام الإنترنت في كل البيوت المصرية، ودي مسألة مش صعبة دلوقتي احنا في ظل الكورونا دي، لان كل الناس بقى عندها انترنت ومضطرة للتعامل مع الانترنت، سواء للتعليم عن بعد او سواء لبعض الوظائف التي يمكن ان تؤدى من داخل البيوت، وبالتالي بقى الانترنت في متناول الجميع. طيب ما نعممه بقى، ما نخليه كالماء والهواء في البيوت، والموضوع بقى قريب قوي. وبعد كده نلزم كل اسرة او كل شخص انه يسجل بريد الكتروني، وهذا البريد يسجل في الرقم القومي، يعني كل مواطن هيبقى له بريد الكتروني وهذا البريد هو معترف فيه ويسجله في الرقم القومي، واذا حصل اي تعديل بشان العنوان عليه ان يبلغ، والا كان العنوان المسجل او العنوان المسجل بالرقم القومي هو العنوان الذي يتم التعامل عليه. بكده هنلغي أول حاجة نظام الإعلان عن طريق المحضرين المعمول به حاليا،
ثانيا هنضمن للمتهم العلم اليقيني بما يعني وجه إليه من اتهامات. هذا الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم ده يكتمل بأمر آخر. إيه هو؟ أن تسجل الأحكام الحالية الموجودة في الأقسام ومراكز الشرطة، وهي تكاد تصل إلى الملايين من أحكام غيابية. الشرطة لم تعد تلاحق الأحكام الغيابية، وهو سواء ما بيروح في حكم غيابي هو بيجيب المتهم عشان يمكنه من المعارضة، هو مش بينفذ حكم. إذن نستطيع إن إحنا نوفر الجهد والمشقة والوقت على رجال الشرطة وعلى النيابة العامة بشأن هذا الأمر بأننا نعمل فكرة بسيطة جدا، وده الاقتراح التاني اللي أنا بعرضه، وأتمنى أن يصل لكل المسؤولين عن منظومة العدالة في مصر. إيه نعمل إيه بقى؟ نربط سجل الأحكام في إدارات تنفيذ الأحكام في أقسام ومراكز الشرطة بكل المؤسسات الحكومية التي نتعامل معها، ولتكن المسألة تدريجية. مش هنقول هنقدر نعمم دي على مستوى مصر بشكل مباشر في يوم وليل، لكن على الأقل هناك 5-6 جهات حكومية طبعا نتعامل معها. من المهم جدا ان احنا نربط هذه الأحكام بمنظومة هذه المؤسسات. ليه؟ عشان انا لو علي حكم ورحت الشهر العقاري اعمل اجراء وكشف بالرقم القومي على الكمبيوتر، هيكتشف ان انا علي حكم، يقول لي لا انا مش هقدم لحضرتك الخدمة الا لما تراجع ادارة تنفيذ الاحكام وتجيب لي شهادة انك غير مطلوب للتنفيذ. يبقى كده هخلي المتهم اللي عليه حكم يروح بنفسه يراجع الاحكام اللي عليه من غير ما اجهد الشرطة انها تداهم منزله ليلا عشان تقتاده لبيات ليلة او اتنين عشان بعد كده يعرض على النيابة لتمكينه من المعارضة. اذا كان عارف فده مجهود على الشرطة، فاحنا بنريح الكل في هذه المسألة. واذا ما كانش عارف فهو شيء مؤسف ان راجل في وسط عياله محترم يروح الشرطة يخبطوا عليه بالليل ويقتضوه في وسط جيرانه واهله وشرعه، رغم ان قد تكون المسألة تبديد على 100 جنيه لصالح خزانة الدولة مثلا او لصالح الكهرباء او المية. فهذه المسألة اللي هي ايه تاني؟ ربط الاحكام بالمنظومة الموجودة في مؤسسات الدولة. فانا لو رحت زي ما قلت الشرع كان يعمل مصلحة طلع عليها حكم يقول لي لا لازم ترجع تجيب لي، وإلا مش هادي لك الحكم، ما يقدرش ينفذ لي اي طلب او يقدم خدمة لي الا بعد ما جيب له ان انا غير مطلوب للتنفيذ. طب ايه الجهات اللي احنا نبدأ بيها؟ نمرة 1 ادارة المرور، 2 الشهر العقاري، 3 المحكمة. اي حد يلجأ للمحكمة، لا يتم استخراج اي حاجة له الا بعد المراجعة. وانا بقول لك الكلام ده لان الجهات دي هي الاقرب لتطبيق التحول الرقمي السريع في الفترة اللي احنا فيها دي. نمرة 4 البنوك. نمرة 5 ممكن نقول انتوا بقى انا عايزكم تفكروا معايا ايه الجهات الاكثر تعاملا، الجوازات مثلا الجهات الاكثر تعاملا مع المواطنين، ونبدا نفعل هذا الموضوع. الموضوع ده هيعمل حاجه مهمه جدا وهو تقليل عدد الاحكام الموجوده. الفرض ان يقوم كل المتهمين بالتعامل مع الموضوع بجديه، ما يسيبش الحكومه بالذات القضايا فيها يا جماعه قضايا كتير مرتبطه بحقوق، سواء حقوق للدوله حقوق ماديه للدوله او للافراد، بتسقط بتنقضي فيها الدعوه الجنائيه او بتسقط فيها العقوبه من بطول الوقت. والنهارده احنا عارفين ان يعني في ظل وباء كورونا، هل احنا النهارده متصور خروج
قوات للبيوت عشان تقبض على الناس اللي عليهم احكام غيابيه. طبعا دي مساله صعبه جدا، والموضوع دلوقتي متروك للكمائن وكشف على الشخص اذا كان عليه حكم، بيقول له روح اعمل معارضه او بيقبض عليه او بيتحفظ عليه لغايه ما يعمل معارضه. الاقتراحين دول هلخصهم بقى بعد الكلام الكتير اللي انا قلته دول في امرين. الامر الاول ربط سجلات الاحكام الجنائيه بمؤسسات الدولة التي تتعامل مع المواطنين، بحيث لا تقدم الخدمة للمواطن إذا كان مطلوبا للتنفيذ سواء بعمل معارضة أو بحكم نهائي أو بحكم حضوري وله حق الاستئناف فيه مثلا. الحاجة الثانية إلغاء نظام المعارضة في الأحكام مع وضع رؤية وتصور وضمانات كاملة للمتهم يستطيع من خلالها العلم اليقيني بأنه مقدم للمحاكمة من خلال البريد الإلكتروني أو الواتساب أو الهاتف الأرضي أو الرسائل الهواتف المحمولة إلى آخره، بعد تطبيق قاعدة بيانات كاملة للأسر المصرية وللمواطن المصري بشأن تسجيل بريده الإلكتروني. هذا الكلام احنا مش بعيد عنه قوي، كان زمان حلم، لكن النهاردة بقينا قريبين قوي من تحقيق هذا الحلم بعد أن بدأت المحاكم الاقتصادية تنفذ هذا الموضوع من خلال التعديل القانوني الجديد في القانون 149. يبقى إذن يا رب يا رب هذا الموضوع يصل إلى السادة المسؤولين ويدركوا تماما أنه بهذه الأمور والله سنتقدم بإذن الله خطوات قوية جدا، أولا في منظومة العدالة، ثانيا في مجال تنفيذ الأحكام المرتبطة بحقوق الناس، ثالثا في توفير الوقت والجهد على الواقعين على كاهل الشرطة والنيابة والقضاء. أتمنى أن الفيديو يكون محل اعتبار واهتمام من حضراتكم، أتمنى أن احنا نشيره على أعلى مستوى بأكبر قدر عشان يوصل صوتنا لكل مسؤول عن منظومة العدالة في مصر، لعل وعسى يكون ده إن شاء الله جزء من، طبعا الناس كلها بتفكر دلوقتي التفكير اللي انا بتكلم فيه ده موضوع، مش انا مش بتكلم في حاجه مبتكره بس يعني مبتكره، لا ده هو حاليا في توجه قوي لهذا الامر، وكان في تعليمات من سياده رئيس الجمهوريه شخصيا بسرعه التحول الرقمي وبناء القاعده الاساسيه للتحول الرقمي في مصر، وهو دي النقله الحضاريه اللي بنتمناها جميعا إن شاء الله في المستقبل القريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.